سيدتي أوانسي سادتي أعزائي النظارة الكرام، دائما في الجسم تاعنا بعدما يعني شفتوا الفيديو الأول، يعني الشريط الأول اللي كانوا فيه الشيوخة الشيخ البجازي والشيخ الجلالي يعني والمهدية، كانوا قدموا لي يعني قصائد يعني في القمة. اليوم في هذه الأمسية ونحضر معنا شيخ آخر على آلة الإيقاع. تفضل شيخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قدم لكم نفسي الشيخ الحسين من ولاية تأتيارت بلدية سكر، ونخدم أنا على أنت الميزان المشيخاش فن البدوي إرثا أبا عن جد. يعني كانوا الواه الأولين الكبار، الجدي والشيباني كما نقولوا، واه والذراري، واه تاع بكري، واه بكري إرثا أبا عن جد. أيوا راني من المشيخة تاع البدوي. ها؟ أنا أسماء تاع الوالدين هذا. الشيخ عبد القادر والشيخ مولاي الله يرحمه. الشيخ عبد القادر جدك؟ واه الشيخ مولاي، واه. باباك؟ واه. هكا باش المشاهد. واه نيشان، واه. واه نيشان، واه. تفضل. أيوا رانا مع المشيخ هذا هو الشيخ الجلالي الإلالي من بلدية مهدية ولاية تيرت، الشيخ المجاجي هذا من مجاجة ولاية شلف. ونشكرك سي عبد القادر بن عبد القادر على حسن الضيافة. بارك الله فيك. أيوا وهذا المشيخة هذه قاعدة في تراث. هذه تراث تراث قاعد من ابناء من اجداد الابناء، قاعد كما نقولوا تاريخ الاجداد، تاريخ الاجداد قاعد موروث ثقافي، قاعد موروث ثقافي راه قاعد رانا نتبؤ فيه. والفن هذا، فن هذا حاجه زينه، حاجه طابع طابع، هذا بلدي بدوي في التاريخ في كل شيء، انما فني مدارس راه متنقله. وهذه رانا نديروا حلقات في الاسواق في الوعادات، وزورنا وندعو ربي للشعب وندعو ربي يعني للبلاد والعسكري، مواضع دينيه، حاجه تاع خير. كان انسان يكون باه يطيع والديه، انسان يكون باه يريد يدير الخير، انسان يكون خاطي طريق يرجع للطريق، نقول خير للبلاد، للحفظ السلامه للبلاد، لوليدات نظر العسكر اللي راهم في الحدود، الناس اللي راه تجي حاجه قازتنا حاجه تاع خير. نقول الله يجعل ربي يبلغ المقاصد ان شاء الله، ونقول خير للبلاد، وهذا الخير للجميع، نطلبوا الخير للجميع، الحفظ والسلامه، مشكورين. شكرا. بارك الله فيك. بهذه الكلمه يعني الطيبه والمعبره للشيخ لهذا يعني الميزان، لآلة الايقاع، لآلة الميزان، يعني كان يقول للمشاهد الكريم بفضل هذه القناه ان شاء الله، قناه من عبد القادر عبد القادر، وانا فخور بضيافه هذا الشيوخ اللي قصدوا عنا للبيت. الشيخ نعطيك واحد السؤال صغير، يعني علاش هذا المشيقه وهذا يعني هذا الثوره ما ماتش؟ علاه ما ماتش؟ قاعد دوك ما قاعد الشجره كيما نقولوا، الشجره كي تنغرسوها نقولوا نسقوات تخثر ما تيبش. بارك الله. تقول كاين ناس تحيو فيها كيما مثلا الزياره تاعك ناس سي عبد القادر بن عبد القادر حسن الضيافه، مازالت هذا التراث مازال تحيو فيه. بارك الله. مازال تحيو فيها تاريخ كيما نقولوا ارثا ابا عن جد. بارك الله. ايوا والحمد لله يا ربي. الشيخ شنو قلنا بالاخير؟ نشكركم المواطنين، كلمه للشباب، لا نطلبوا هذول الشباب هذول راهم جايين للمستقبل هنا، يقعدوا في التاريخ تاعهم، يتبعوا الارث تاع الاجداد، ويكون فيه الخير وينوروا الخير للبلاد والعباد، واللي يتبعوا الكبار. حنا هذه الارث عن بجد كما حنا شيخنا هذا الشيخ الجلالي الالي من بلديه مهديه ولايه تيرت، رانا مازلنا رانا معاه في الحلقه وندعو الله ونتعلموا منه. شيخ المجاجي راه كاين عده مشايخ مسا كلمات والله يرحمهم، كان حي الله يحفظهم، رانا ندو منهم العبره، ندو منهم الكلام، نرجعوا للطريق باه نلوا الشيطان الحمد لله يا ربي، وفيهم الخير ان شاء الله، وفيهم الخير وربحنا منهم وناسيهم الخير وناويين الخير، وربي يجعل الخير ان شاء الله. وشكرا. Love you.
بهذه المناسبة السعيدة بهذا الكلام الطيب للإخوة اللي حاضرين معنا، إليكم هذه القصيدة. سموه العزري بن سيدي غالم. العزري معروف بن سيدي غالم، واذا طاح يقعده الرجل. تحدى الغيلة واني بخسارة، خطات كنا وما تسوى شي. انا نقول واسيدي نعرى وعند الملاحة وابيه العشية. هذه 40 عذرة جات زيارة على مولع القلب سيد تواتي وهاسي الحاج الله يفتح عليه فتحا قريب. اها قصاد يا بعض بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. نشكر قندوزنا الحسين على الهضرة اللي هضرها، الإضافة اللي قالها علينا، ونطلب ربي ثنا العاقبة زينة وجنا ساجي. نشكر مرة أخرى لسي عبد القادر بن عبد القادر القناة هذه، ونشكر المجاجي اللي راه معايا على يمنتي، وأنا الشيخ الجلالي من المهدية ولي تيرت. نديروا الحلقات سي عبد القادر، نديروا الحلقات. الشيخ عطينا يعني دم حوالي الحلقات كيف تقدم هذه الحلقه. الحلقات هذه كانت قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان في سوق عكاظ هذا. صح. اول مداح كان يصرف يعني ينوض الناس على السحور. صح. بكري ينوضهم للسحور. من بعد تطورت الحياه، بدا يدير القصات. من بعد طورت الحياه حتى ولات لينا احنا بالقصبه والدف ونصلوا على النبي. يعني كل جيل جيل وجيله. ولحقنا احنا في الجيل هذا نديروا حلقه متنقله، مدرسه متنقله. كان اللي يكون مثنيف وامه من يسمعنا نمدحوا على الوالدين يرجع. سي الجلالي الله يطول عمرك والله يسلمك. اعزائي النظاره الكرام، درت حصه مع الشيخ محمد السقري. السقري واه. الشيخ محمد السقري. درت حصه معاه راهي في القناه تاع اليوتيوب، راهي في القناه. واحد الولد نعادي باباه تمنا صالحوا واه كاينه. سمع القصه على الشيخ محمد، نوجه له التحيه. الشيخ محمد السقري واه نوجه له التحيه ان شاء الله، الله يرجع بطول عمره باسمي وباسم الاخوه اللي معنا. والله يا الشيخ الجلالي لا ثم ولا يبكي. انا عطى الزياره قالوا شتي عندي حكايه، قالوا لقينا نعادي، قالوا روح حضر وقعدوا. وراه السيد صالح باباه.
وانا ضفت واحد القصيده على ام وبي كانوا حيين. العزوجه انا كانت يسموها خيره ناصريه بنت سيد الناصر والشيباني، ومات قبل الشيباني، مات قبل بوي الله يرحمه. الله يسموها خيره، وبوي يسموه بالشهره، مات في 2012، مات في 2012 بالشهره بوي انا. الله يرحمه. كاين خويا كندوز المماشي، يعني قلت لك كندوز المماشي يعني هذا الصغير هذا اللي طاح، ودرنا مع داش شتك معاه ان شاء الله في غليزان. واحد النهار الشيباني تاع بوي قال لي كيفاه مدحت على امك وما مدحتش عليا؟ قلت له يا بسم الله، ذكرت بوي وذكرت خويا وذكرت اسمي في واحد البيت، نقولنا بسم الله، نبدا بسم الله يا عظيم الجاه، المفتاح جا فيها كيما هاك، نبدا بسم الله يا عظيم الجاه، فضلك نترجاه يا عالي القدره. قبل تموت امه هدرت لك جلالي نوصيك اسمع لي ذا الهدره، طعت لنا كاشينا والمماشي وراكم مسطورين الدنيا والاخيره. قالت لي سيدي لا كنت وليدي اتهلا في العاب دعوت بالشهره، وراني نخش للدار راني ما نلقاك ونحل الصندوق فيه التصويره. ويا ذا الفوطو وين وراك بهاك، هو كعط ما يجاوب للهدرة يا محمد على خويا المماشي. يا محمد أمي متى كانت تلقاك، ذوك راهي عاشرة في المقبرة، يا عيني ريتي من الدمعة بركاك، هذا أمر الله عظيم القدرة، كثر البكي يزيد لك غير الهلاك، ما دامت للرسول وعلي حيدارة، ماتت في حجري وتخزن لي هاك، وتقول لي المعطي لي بالكثرة، بين يدي داو هذا الأملاك، مزيانها قصور في الجنة الخضراء، ما جاتش بالمال نفد المال كراك، ما جاتش بالجهاد نضرب الشفرة، هذا أمر الله ربي داير هاك، لابد من الموت ورقد الحفرة. بارك الله يرحم الوالدين. بالنسبة للشعب كي يسمع واحد كلمة من يفهمه وربما يروح صالح، هذه يسموها مدرسة متنقلة. ومن اللي نبداو صلوا على النبي، صلوا على النبي، تهلا في أمك، تهلا في جارك، راها خيم أكثر من المدرسة. وكل يوم هذيك المدرسة متنقلة سماها بواحد الناس فيهم الخير، قال لك هذه زاوية متنقلة. قال لك زاوية متنقلة، تصلي على النبي وتمدح الوالد، ما نخسروش ما نطيحوش العيب، ومتجاملين نروحوا يعني للزوي، نصيبهم يقرأوا القرآن نقرأوا معهم، نصبحوا في المدح الديني رانا معاهم، دائما مندمجين في الخير. وانت راك تلاقيت معنا في الخير، راك تموت في الخير ان شاء الله. سي الحاج عبد القادر ان شاء الله نتمنوا لك عمره ولا حجه في هذه الليله. ان شاء الله بالك تجيو على الله، لا يحرم حتى واحد. نقل البدعيين. وكاين واحد الناس الله يحفظ ويستر، هذه نقولها سي عبد القادر. تفضل. يقول لك كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله صاحبها في النار. كاين واحد الوعدي راهم يخسرهم واحد الناس، يجوا يديروا البدع ويجيبوا واحد الرجاله حاشاك يرقصوا كنسة ويخسروا عادي رجاله، الوعادي هذو دارهم للصالحين. الصالحين هذو ذكرهم ربي في القران، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باه روحنا الوعده ونبدا نخسر حاشاك، ولا نجيب الخمر ولا نجيب نساء ولا نجيب، عيب عليا عيب. ومازال يخلصوا هذه من المنبر، هذه الصالحين يجيبوا الصالحين لهم، اللي مريض يبرى، اللي خاصه عماره الدار، اللي ناوي حاجه، اللي ناوي سكنه، حنا داينا ربي داعيه. لسه راني نشوف يا ياسين من فضل ربي، رانا نشوف واحد الناس الله يحفظ الله يهديهم، الله يهدي في من هديت، والله الله يهديهم. والله لنا في الحلقه نقولوها وسقسيه يا ودي جمع، حنا راكم يجمعوا عندنا منين يدوروا الحلقه، نقول لهم يا جماعه صلوا على النبي، قال صلى الله عليه وسلم، نقول لهم اللي ما عندوش ما يتكلفش. ربي راه يقول في القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صدق الله العظيم. زيد عندك وما بغاش تكرمنا قول معنا امين، كلمه امين هذه كي دايره، خلق فيها ربي ربعته الحروف وربعته الانبياء، الالف ادم عليه السلام، الميم محمد عليه الصلاه والسلام، الياء سيدنا يحيى، والنون سيدنا نوح. امين امين. اللي صفقوا عليه كما كذب الخير راه ينجح، واللي صفقوا بالجهه الاخرى راه يخسر. الله يجعل ربي يهدينا ويهديهم، ونطلبوا رب العالمين الناس هذه اللي هدي في الوعادي بالنيه في سبيل الله، ربي يكرمهم ودوا. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولا ينطق الهوى، شنو يقول؟ افشي السلام، اطعموا الطعام، صلي والناس نيام، زوروا الارحام، دخل الجنه بسلام. اللي راهم يقولوا الطعام حرام، هذه قالها سيد الاولين وسيد الاخرين. افشي السلام، اطعموا الطعام، صلي والناس نيام، زوروا الارحام، دخل الجنه بسلام. الله يدينا بالسلامه. ونفوتوا كلمه سي المجاجي والشكرك سي عبد القادر. سي الجلالي اسمح لي، اسمح لي سي المجاجي. والحضور الكاميرامان بن عبد القادر التواتي مع الابن تاعو محمد اللي هما حاضرين معنا في هذه الامسيه السعيده، والاخ يعني باقي ما اسمك الشيخ الحسين. الشيخ الحسين الله ينور ان شاء الله، الله يفتح عليك. سجل لي
انا بغيت نقطع عليك واحد مرحبا مرحبا باسمي وباسم الاخوه المشاهدين المتابعين قناه عبد القادر. عبد القادر الانسان اللي يدير الطعم طعومات نعم كما كنت ونعم يعني استاذ انا غير بغيت نعطي واحد الاضاحه معليش. الانسان يجيب وليداته ويجيب زوجته ويجيب بنياته وكنايله ويباته من الخطه تاع الصباح وما يطيبوا ويحوا نوضوا نعم ويجوا الاخوه يعني هذو اللي فيهم الخير يوكلهم ويشربهم ويجيبوا الخير والفرسان والخيانه. أنا كيفاش نقول حرام؟ هذا راه يدي أجر كبير. هذا مول هذا اللي وكل الطعام يقول لك صداقة وعدة متوعدة الناس يوعدهم ربي في بلاصة متوعدين وعدة وصداقة وملتقى. ملتقى. هذا اللي يجي وكل في سبيل الله ويجمع الناس وكان اللي يتناسبوا فيها. بارك الله. كاين الوعدة اللي أنا شفت في عسلة يديروا ثلاث أيام للشعب وثلاث أيام لهم. ثلاث أيام جلسة ملتقى. ليهم جلسه مغلقه المجاديب التي تحمد التحيه من هذا المنبر للسيد المجدوب اسلا واه يديروا كاش واحد ملايف واحد يلقاه كاش واحد باغي يناسب واحد يلقاه كاش واحد نقولوا داي بلاد الاخر هذه في الجلسه نتاعهم اه يا سيدي حنا حضرت لها حتى في رمضان هذا اللي يجيب ولاده والبرد ذيك الليله كنا في تلمسان في سيدي يحيى بن صفيه بالك 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 500 الف قيطون مسد لا في الجبولات ما يفرزوش والقيطو اللي تدخل عليه تاكل ضرب الطعام وضرب اللحم وضرب الاتاي من بعد تمسحش لا ما تقول حرام ماهوش عيب بارك الله فيك يا خويا حرام ما تروحش ليه كلوا في دارك الله ينور انا نقول على الناس هذا الطعام حلال في سبيل الله ونهار اللي راه يذبح يقول بسم الله وتوكلنا عليك يا الله اللي كلاش حاجه في سبيل كيف ربي ما يخلصوش والله الا كل حبه كما قال سيدنا محمد في معنى الحديث كل حبه بألف حسنه هذيك الحبه نتاع حسب الطبسي وراه يخرج ثلاث ايام قصعه زوج ثلاثه المشي راه نقولوا احنا حتى ثمن ملايين يجيب زوج وثلاثه كيف يخرجوا في سبيل الله ربي ما يخلصوش والله ان يخلصوا ربي بالدوبل ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك سيداتي اوانسي سادتي انا نقول لك سي عبد القادر هذا الناس اللي راهم يفتوا فينا ما كانش منهم هذو ما عندهمش النيه بارك الله فيك وهذو بخاله احنا راهم الناس يجوا يزورونا ويزورونا بنيتهم ويربحوا ويلقاوني ناس ربحوا منا ربحوا من الحلقه تاعنا ربحوا ايه زارونا وربحوا ومرضوا وبراو ماشي احنا هذاك الشعب فيه الخير ليا رسول الله صلى الله عليه وسلم اش قال له؟ قالوا له يا رسول الله الخير وين اش قال لهم؟ قال لهم ظنوا الخير عندما اجمعكم كي يكونوا جماعه متلايمه وراه في دين يديهم من ربي كاين فيهم الخير لاخاطرش ليا كاين احنا اللي كاين اللي يوقف معنا عنده كلاش رباني وما نعرفوش كاين اللي يوقف معنا من صلاة الفجر واضي نعم كاين اللي يوقف معنا قاري كلام الستين وما نعرفوش ويجوا واحد الناس يقطعوا فينا يعني هذو اللي راهم يقطعوا فينا الله يهديهم امين سيداتي اوانسي سادتي يعني والله باش ما نطولوش نتمنى ان شاء الله باش ما نطولوش يعطيك من الحديث من الساده المشايخ يعني كانوا في واحد يعني الموعظه وكانوا يعني في وعده واه يعني راه متعبه كرمه وعده كرمه كرمه واه كرمه هذه المناسبه نوجه التحيه تحيه لهم واه شوت اخا الحاج جلالي الحاج جلالي العكرمي واه هو اللي يقوم بالضيافه وقال لي قعدوا تعشوا عندي قلت له رانا مسافرين وكل عام يعرضنا ويزيخنا احنا والشيخ الميرزا في لاري فتحوا له الله يحفظ وليداته الحاج جلالي العكرمي ودور قالوا عادي شوت كي نجوا في عكرمه بوركبه وجديويه وندور في مجواه ما يفوتش علينا. بارك الله. ندعو له ربي من هذا المنبر الله يحفظه ويحفظ وليداته. بارك الله. كلمه شيخ. انا نهدي تحيه لبوي الاب تاعي الحاج محمد. ونهدي تحيه للسكان بقعه ولاد بن شبره. بارك الله فيك. والله يحفظ لبلادنا. هذاك مول 404 كلا صاريدو. ولا مول كاتشكات لي واحد مال 404 ماشي مول 404 مول السمبل مول السمبل العربي مول السمبل 2011 هذاك ما عرفوش هذاك العربي مزيان هذوك يبغوك المتتبعين تاعك قالوا لك تروح سلم لنا على عبدك الله ينور العربي مزيان عليكم ان شاء الله سيداتي اوانسي سادتي اعزائي النظار الكرام باسمي وباسم محبي قناه بن عبد القادر عبد القادر داخل الوطن وخارج الوطن يعني ما نقولكمش واداعا ولكن نقولكم الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا سي عبد القادر.